سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، نعود اليوم إلى الملف المالي حيث ما تزال المواقف متضاربة حول الأزمة هناك. مشاهدينا، طبول الحرب تدق منذ شهور، خاصة بعد حدوث الانقلاب في جمهورية مالي جنوب الجزائر. الجميع متفقون مشاهدينا على أن حل هذه الأزمة يمر عبر عواصم أوروبية وأفريقية، والجزائر طبعا ضمن هذه العواصم بكل تأكيد. وكانت مشاهدينا الكرام وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قد زارت الجزائر خلال الأيام القليلة الماضية لإقناع سلطات الجزائر بالمشاركة في هذا التدخل العسكري المزمع تنظيمه أو شنه على شمال مالي. فما هي مشاهدينا الكرام المخاوف والتداعيات لهذا التدخل؟ ماذا يحدث في شمال مالي بالضبط؟ كيف انتشرت هذه الجماعات المسلحة بهذا النحو الكبير؟ وكيف ستتعامل الجزائر مع هذا الوضع على حدودها الجنوبية؟ هل ستقبل الجزائر بتدخل قوات الناتو في هذه المنطقة الحساسة بعد أن رفضته في الجارة ليبيا قبل الإطاحة بمعمر القذافي؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا الكرام سنطرحها على ثلة من المحللين والإعلاميين وأعضاء بعض الحركات التحررية في مالي. مشاهدينا الكرام، باسمكم جميعا أرحب بأكلي شكا، وهو ناطق رسمي باسم شباب إيموهاغ الدولية. أرحب بك. مرحبا بك زول فلاك. طيب، إذا عدنا بالضبط إلى ما يحدث الآن في مالي، ربما المشاهد يريد منا جميعا ومنك خصوصا لمحة وجيزة عما حدث ويحدث هناك في مالي. للأسف الشديد الأوضاع في أزواد. أنا دائما أريد أن أستعمل هذه الكلمة باعتبار أن الطوارق في عندما نتحدث عن مالي نحن نتحدث عن عالم آخر لا تربطه أي علاقة سواء عرقية أو حتى دينية أو حتى من النواحي التاريخية. نعم. للأسف الشديد ما يجري الآن في أزواد وضع مؤسف جدا، وخاصة بعد هذا التغاضي أو هذا التجاهل من المجتمع الدولي وحتى من محيطه الدولي الأقليمي أيضا. كما تعلمون أن الطوارق في أقليم أزواد كانت لهم أول ثورة عملوها كانت 1963، ومن ذلك الحين إلى يومنا هذا الطوارق يثورون من أجل حقوقهم. لكن الأوضاع اختلفت والخريطة اختلفت والأوضاع السياسية في جميع العالم تغيرت كما هو المعروف في هذه الموجة التي شهدتها المنطقة برمتها. إذا للطوارق نصيب فقط نقطة نظام فقط. ربما المشاهد يقول أي طوارق تقصد؟ فليبيا لديها طوارق، الجزائر لديها طوارق، مالي لديها طوارق، مالي لديها طوارق، النيجر لديها طوارق. يعني تقصد طوارق الساحل كلها ولا طوارق مالي فقط؟ هناك تقارب جدا عندما نشخص مشكلة الطوارق سواء في ليبيا أو في الجزائر أو في آير أو النيجر دول الساحل أو الساحل. كل الطوارق يعانون. طيب. صراحة يعني يعانون من التهميج ومن الإقصاء ومن، لكن لا يمكن في نفس الوقت أن نقارن طوارق ليبيا أو طوارق الجزائر بمنطقة اللي هي في آير اللي هي في النيجر أو في مالي. لم نسمع عن أي ثورة قام بها الطوارق في سواء في جنوب الجزائر أو في جنوب ليبيا. نعم. للسبب واحد، لأن الطوارق يحسون في هذه المناطق سواء في ليبيا أو في الجزائر يحسون أنهم من ضمن هذا الوطن، يحسون أنهم جزء لا يتجزأ من هذا الواقع أو من هذه المنطقة. نعم. لكن الوضع يختلف في مالي والنيجر. كما تعلمون نفس المجازر التي حدثت عام 1958 ضد اخوتنا في اير في الجزائر، وهناك عند كلما تحدث ثوره في ازواد تحدث موجه اخرى في النيجر. هناك تقارب جدا بين هاتين سواء في طوارق ازواد او طوارق اير في النيجر. طيب، حتى لا نغرق في تفاصيل الامور التاريخيه للازواد وللطوارق، فقط الان انت احكي لي بدايه من الانقلاب، من ذهاب الشرعية في مالي ماذا حدث للطوارق مثلا؟ الطوارق طبعا أعلنوا دولتهم، لكن للأسف الشديد وجهوا العالم بأجمعه وقف ضد الطوارق. لماذا؟ لماذا؟ لأن سوف أدخل في الموضوع هنا. فضل. لأن بعض الدول في الحقيقة دائما تريد أن تهيم المواطن، وأنا هنا أتحدث عن الدولة الجزائرية، أن هي دائما تريد أن تستغل فزاعة الطوارق، أن الطوارق في أزواد ما فإذا حصلوا على استقلال ربما طوارق الجزائر أيضا يفعلون نفس الشيء، لكن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة وعن الواقع. طوارق الجزائر أزواد يعانون منذ 1963 وهم يحاولون تأسيس دولتهم ويواجهون التقتيل ومجازر والإقصاء وكل أنواع الموجودة في هذه الأقليم. وأعتقد أن الآن
المشكلة وصلت إلى المجتمع الدولي، وهناك كثير من التعاطف مع القضية الأزواجية باعتبارها أنها قضية إنسانية وقضية حقوقية. من حق الطوارق في أزواج أن يعلنوا مصيرهم، لأن ليس هناك ما يربط هذه الطوارق بأقلم مالي، لا من نواحي كما قلت ما تفضلت قبل قليل، لا من النواحي الاقتصادية ولا من النواحي الدينية أو حتى المعتقدات والعادات تختلف تماما مع هؤلاء. لذلك الطوارق قرروا أن يعلنوا دولتهم. لكن المشكلة الآن طوارق مسلسل، هذا المسلسل التجهيل والإنكار والإقصاء لا زال متواصلا، والآن دخل على الأقليم تيار آخر غير هذا مربط الفرس. الآن بالنسبة للطوارق الكثير يقولوا مطالبهم مشروعة مطروحة منذ زمان، لكن الآن الأمور تعقدت بانضمام أو بظهور جماعات مسلحة تنمو يوما بعد يوم على أساس كأنها فقاقية. هذه أنصار الدين، وهذه جمعية التوحيد والجهاد، وهذه القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، إضافة إلى بعض المجموعات الصغيرة اللي هي ربما كثيرة جدا ولديها أسماء وأسماء. ألا ترى أن مطالب التوارق ومطالب هذه المجموعات قد تعقدت بكثرة، يعني يصعب حل هذه الأزمة؟ فعلا المشكلة تعقدت وفعلا تشابكت، لكن يبقى حق الطوارق موجود، لا يمكن أن ينفى هذا الحق، سواء بوجود هذه الجماعات الغريبة عن المنطقة أو بوجود أي تحايل دولي يريد أن ينكر حقوق الطوارق. فعلا المشكلة الآن تفاقمت، وأن هذه الجماعات فعلا زادت من الأمور، ولكن كما قلت لك أن هذه الجماعات وجدت من قبل الدول. يعني عندما تقصد هناك أطراف تسببت في تنميتها ووجودها هناك؟ طبعا الحكومة المالية كما تعلمون أن هناك ويكيليكس اللي هي على السفارة الأمريكية، الرئيس المخلوع توماني توري على ما أعتقد هو الذي هناك استعمل عبارة مشهورة جدا وهي منتشرة الآن على جميع وسائل الإعلام والوسيق، اللي هي قال my friend my enemy's friend is my friend. معناها أنه هو وجد وهناك اتفاق موقع بين هذه الجماعات المتواجدة لأكثر من 15 سنة بين الحكومة المالية، كما أكده أحد الضباط الذين كانوا يقودون العمليات العسكرية في أزواد، وهو الهجي، وهو وقع الاتفاق طالما أن هذه المجموعات لا تستهدف أي سواء الدولة المالية، بإمكانها أن توجد في شمال مالي وبإمكاننا نستغلها بأي وقت، وهذا ما حدث الآن، والحكومة الجزائرية أيضا تعلم بهذا. يعني هل نتصور أن الحكومة الجزائرية بقوتها العسكرية ومخابراتية أنها لا تعلم بهذه المجموعات وتخرج لنا الآن بمجموعة أنصار الدين فقط بشهر واحد؟ لا يمكن أن نتصور هذا. طيب دعنا الآن نستمع لوجهة نظر أخرى. نرحب مشاهدنا الكرام بانضمام أماني الوشاحي، وهي مستشارة رئيس الكونغرس الأمازيغي العالمي، تكلمنا من القاهرة. أرحب بك أستاذة أماني، أريد أن أعرف منك موقف الجماعة التي تمثلينها حول بالضبط ما يحدث هناك في شمال مالي، خاصة ظهور هذه الجماعات المسلحة بهذا النحو بكثرة، حتى أن المطالب كثرت والأمور تعقدت. كيف ترين المسألة اليوم؟ هو أزوفلا والمبدئيا يعني أزوفلا. موقف الجماعة التي يمثلها هو أولا يعني لا مع الأسف لا يهتم إطلاقا بمشكلات الأمازيغ خارج مصر يعني، ولكن يعني رأيي أنا الشخصي كل ما يهمني في هذا الأمر هو المدنيين. المدنيين يعني قوات الأكواس هتدخل دلوقتي تدخل عسكري، هناك صراع مسلح، ولكن مفيش حد يعني مفيش اي تدابير لاوضاع المدنيين اللي ممكن يحصلهم. انا اتوقع حدوث مذابح مثل ما يحدث الان في سوريا، واتوقع ايضا ان المجتمع الدولي يعني هيتفرج هيصمت تماما ويشاهد مثل ما يفعل الان في سوريا. ده معناه ان احتمال يبقى في اباده عرقيه او تطهير عرقي للامازيغ الطوارق في أزواد. فقبل التدخل يعني المجتمع الدولي هيعمل ايه؟ بعدين كمان احنا محتاجين ان احنا نقعد الاول مع مفوضية السلم والامن الافريقي، لان هي المسؤولة عن ارسال قوات الاكواس، لازم نقعد معاها. لازم يعني احنا دلوقتي الاتحاد الافريقي ما عادش معانا، ما عادش وجهة نظرنا، هو اخذ قراره بتدخل الاكواس من غير ما يعني بناء على وجهة نظر واحدة بس. لازم نتواصل معاهم، نقعد معاهم، نعرض وجهة نظرنا، ربما يبقى في تراجع. لكن يعني بالوضع ده اعتقد ان المساله هيحصل انتكاسه، وانا اتوقع ايضا ان قوات الاكواس
هتتورط في أزواد مثل ما تورطت أمريكا في أفغانستان. طيب أستاذ أماني، أريد أن أفهم منك بالضبط والمشاهد أيضا، هل أنتم بصفة عامة ضد التدخل العسكري في منطقة شمال مالي أم مع هذا التدخل؟ لا، ضد التدخل طبعا، لأنه في مدنيين كثير حيبادوا. المفاوضات ثم المفاوضات، يعني مش كل حاجة بتتحل بالتدخل العسكري. علينا مبدئيا أن احنا نقعد مع بعض، يعني انا ادعو الاتحاد الافريقي ان هو يعني يعمل لقاء او مؤتمر او اجتماع ايا كان، يعني ما بين جميع الاطراف، ونقعد مع بعض على مائده الحوار ونتكلم الاول ونشوف ممكن ربما نوصل لحل سلمي. لان ده يعني التدخل العسكري ما تتوقعوش ان حقيقه قوات الاقوى هتدخل وهتخلص المهمه وتخرج، ممكن يحصل تطورات تورط الجميع. يعني التدخل العسكري ما هوش دايما هيبقى بنفس الصوره المرسوم لها، يعني ممكن الامر الواقع يبقى حاجه تانية خالص. امريكا ذات نفسها اكبر قوه في العالم اتورطت في افغانستان وتورطت في العراق، والارض الواقع كانت مختلفه تماما عن السيناريو اللي هي كانت رسمه. ف يعني المفاوضات، انا بدعو الاتحاد الافريقي انه يعمل مؤتمر يدعو فيه جميع الاطراف عشان نقعد مع بعض ونتباحث الاول. طيب، ولكن هناك من يقول بانه لا حل الا بتقسيم مالي الى قسمين، قسم مسلم وقسم مسيحي، ما رايك في هذه المعادله؟ المساله مش بالطريقه دي، مش قسم مسلم وقسم مسيحي. يعني الطوارق لما الثوره من 63 ما كانوش حاسبينها احنا مسلمين ودول مسيحيين خالص، المسألة كانت يعني مسألة قومية، كانوا عايزين هذا الإقليم يبقى دولة قومية مش دولة دينية إطلاقا. نعم. الأطراف اللي تدخلت دلوقتي دي يعني أطراف دخيلة، يعني اللي عايزينها دولة إسلامية أو ده أطراف دخيلة على الموقف واستغلوا الموقف مش أكتر يعني، لكن في البداية اتطورت إطلاقا، ما كانوش عايزين دولة دينية، دين دولة قومية. بس الموضوع تطور، نفس الفكره اللي بقول لك، كل واحد بيبقى عنده سيناريو، لكن ارض الواقع بقى بتولد يعني حقائق اخرى خالص تقلب الدنيا كلها. أماني الوشاحي، مستشاره رئيس الكونغرس الامازيغي العالمي، كنت معنا من القاهره، اشكرك جزيل الشكر. اعود اليك استاذ اكلي، الا ترى ان الامور تميعت بشكل كبير؟ فحتى هناك من يقول لا حل لهذه المساله الا بتقسيم مالي، قسم للمسلمين وقسم للمسيحيين، وهناك من يريد أن يفرض مطالب أخرى يجب أن تحل. طبعا مثل ما كنت تقول أنت في الفرع الأول أن هناك دول صار لها نفوذ حتى بين هذه الجماعات، كل دولة إلا هو لها جماعة، الجزائر لديها جماعة مسلحة، الآخر عندهم جماعة، مالي أيضا تستند إلى ذلك، التوارق ربما جماعة الأزواد وما إلى ذلك. كيف تفسر المسألة؟ طبعا كما قلت وكما تفضلت، فعلا المشكلة تفاقمت وكثرت، لكن كما قلت أن بالنسبة للحق الطوارق اللي هو في تقرير مصيرهم هذا لا يمكن التغاضي عنها ولا التغافل عنه. أعتقد أن الحل الوحيد والنهائي لهذه المشكلة هو فعلا انفصال أقليم أزواد عن أقليم مالي، لأن لا توجد أي روابط من جميع النواحي، يعني لابد من التقسيم. هي الأخت من القاهرة كانت تقول لا يمكن أن تحل المسألة بالتقسيم، الآن أنت تقول لابد من التقسيم. لا يعني أعتقد لابد أن يستقلوا، سير دولة هناك. لا أعتقد أنها قالت، لم أسمعها. نعم، المسألة لا يمكن أن تحل بقسم مسلم وقسم شمالي وما إلى ذلك. قسم مسلم يا التقسيم الممكن، هذا طيب. هذا ما قصدته أعتقد، لكن بالنسبة لا يمكن أن تحل هذه المشكلة إلا باستقلال أزواد، وهذا سوف يحصل آجلا أم عاجلا هذه المشكلة، ولا يمكن. وكما قلت لك هذا جسم غريب مربوط بجسم آخر غريب عنه تماما. إذن المشكلة، الحل الجذري لهذه المشكلة لابد أن تحل، ولابد أن تحل عن طريق أصحاب المشكلة وليس هذه المجموعات التي دخلت وركبت عن موجة عندما نجحت هذه الثورة، ثورة الأزواد التي مات واستشهد من أجلها الكثيرون من الأزواديين. ولا يمكن لهذه المشكلة أن تحل عن طريق مفاوضات مع مجموعات تمثل تيار دين. ولكن أنتم جربتم هذه المفاوضات غير ما مر مع الحكومة المالية، وتمت كل مرة
بالفشل، وربما آخر مفاوضات كانت الجزائر طرف فيها على أساس أنه يكون تكون مفاوضات ناجحة، وفعل خرجت مفاوضات ناجحة، وبعدين شيئا فشيئا صار كل الأمور مضربة في طبعا السنة. لأن الأطراف التي كانت فعلا التي الوسطاء الذين كانوا يمسكون هذا الملف غير جديين. الجزائر لم يكن يوم من الأيام تريد أن تحل هذه المشكلة، دائما تريد التغاضي عنها والتغافل عنها. ما مصلحتها في ذلك؟ ما مصلحتها أنها لديها فوبيا في موجودة هي طوارق في جنوب الجزائر، وطبعا كما قلت هذا غير موجود في الواقع، لأننا لم نسمع عبر التاريخ عن ثورة حدثت في جنوب الجزائر. لكن الآن الواقع اختلف، الجغرافيا اختلف، الواقع السياسي اختلف، المنطقة كلها في تغير، لابد أن ترضى الجزائر بهذا التغيير وبهذه الموجة. الموجة الآن الأزواديون كانت مطالبهم بسيطة ولا تتعدى حقوقهم التعليمية والصحة والاقتصاد، لكنهم الآن بعد فشل كل هذه المحاولات سواء مع الوسطاء في الجزائر أو مع المقبور القذافي الذين أغفلوا هذا الملف وحبسوه في منطقة ضيقة جدا. إذن المشكلة هي ليست مالي فقط، المشكلة حتى الدول المجاورة لا تريد لهذه المشكلة أن تحل. والآن المشكلة الكبرى أن هذه الدول لا زالت تسير على نفس المنهج. الجزائر الآن تتفاوض مع من تسميهم الإرهابيين اللي هي أنصار الدين الذين الطرف. طيب سنأتي إلى هذا الفرع. الآن مشاهدينا الكرام ينضم إلينا الأستاذ داود أمساكو، وهو ناشط حقوقي وعضو في حركة تحرير الأزواد. أرحب بك أستاذ داود أمساكو، أريد منك أن تجيبني على السؤال التالي: هل فعلا المنطقة منطقة شمال مالي معرضة للصوملة أو الأفغانة، أم أنه مجرد تفخيم إعلامي؟ والله اولا السلام عليكم. وعليكم السلام. وسلم على المستمعين. شكرا. طبعا منطقه أزواد اريد لها اعلاميا ان تظل ان تصبح مثل الصومال او ان تكون مثل الصومال او افغانستان، لكن او افغانستان. نعم. لكن ما يجري في أزواد يختلف بعض الشيء عما ما حدث في أفغانستان وفي الصومال. طيب. أزواد أريد لها إعلاميا أن تظل منطقة الإرهاب. نعم. أو ملتقى الجماعات الإرهابية، وتم تجاهل المطلب الأساسي أو القضية الأساسية التي لها 51 عاما. وتم ذلك بمساعدة وسائل إعلام مختلفة ودول مختلفة. نعم. نحن لدينا مطلب، نحن الأزواد، نحن الشعب الأزواد لدينا مطلب له 51 سنة، وقدمنا المقترح أو الحل أو الرؤية التي نراها تناسب للحل النهائي والسلمي للقضية. قدمنا هذا المقترح لكل المعنيين، للأمم المتحدة، للدول الصديقة والدول الجوار، ولكن ما نلاحظه في وسائل الإعلام أنه تم تجاهل القضية كليا. نعم. وتم دعاية إعلامية لتصبح القضية كلها قضية جماعات مسلحة وقضية إرهاب وقضية تدخل وإلى آخره. نعم. طبعا هناك اختلاف بين الثقافات الشعوب، هناك اختلاف بين ثقافة الأزواد وهناك اختلاف بين ثقافة أي شعب آخر. نحن الأزواد منذ عهود سحيقة تربطنا علاقات اجتماعية، تربطنا روابط اجتماعية. نحن دولة بحد ذاتها حتى في الاحتلال، حتى في زمن الاحتلال المالي علاقاتنا وأعرافنا، ويعني معظم المشاكل التي تحدث في منطقتنا نحلها نحن بين نجد لها حل من بين مع بعضنا. طيب أستاذ داود، هل هناك بوادر حوار تلوح في الأفق مع السلطات المالية؟ نحن كحركة قدمنا مقترح واضح تفصيلي برؤيتنا للمسألة برمتها كما قلت لك سابقا. قدمنا مقترح فيه رؤيتنا للحل، الحل النهائي والسلمي للمسألة. قدمنا هذا المقترح للمعنيين، قدمناه لمالي. نحن مستعدون للحوار، نحن مستعدون للتفاوض على أساس مبدأ تقرير المصير. نحن من أول ما أسست الحركة خاطبت الحكومة المالية
بالحوار، طلبتها بالنقاش، طلبتها بالتفاوض، ولكن الحكومة المالية هي من رفضت الحوار وفضلت استخدام السلاح ولعب القوة وتجيش المنطقة. نعم. الرؤية التي لدى الحركة الآن رؤية واضحة، تقبل التفاوض، تقبل الحوار، تقبل الحل السلمي، ولكن يجب أن لا يتم تجاهل المطلب الأساسي، مطلب الشعب الأزوادي، مطلب تقرير المصير. نعم، ولكن كيف تضمنون ذلك طالما أن هناك جماعات مسلحة كثيرة الآن في منطقة الشمال، شمال المالي؟ نعم، طبيعي هناك جماعات مسلحة، وهذه الجماعات أصلا مالي من أوجدتها، مالي هي التي رعتها الجماعات هذه المسلحة، وتم ذلك بمعاونة دول أخرى. ربما كان ذلك مخطط لتمييع القضية أو للتشويش على القضية الأساسية، قضية الأزوات، قضية تحرير الأزوات. الحل لمن أراد الحل، لمن أراد أن يساهم في الحل، عليه أن يناقش مع الحركة الوطنية لتحرير الأزوات، عليه أن يتباحث مع حول المسائل، لأن حقيقة الحركة الوطنية لتحرير الأزوات هي من يمثل الشعب الأزواتي، هي من ينطق باسم الشعب الأزواتي، وليس الجماعات المسلحة. الجماعات المسلحة جماعات أقلية تمارس إرهاب وتخويف على السكان، على المواطنين العزل. وبعدين يا أخي نحن نعاني من تعطيل إعلامي رهيب، لا أعرف لماذا الوسائل الإعلام لا تسلط الضوء على قضية الأزوات. كلما هنالك أن كلما ما وجدت خبرا، أيوة، ستسمع أن جماعات مسلحة كذا تحتل المنطقة الفلانية وتحتل المنطقة الفلانية. نعم. نحن الشعب، أين الشعب؟ الشعب موجود، الشعب في كل المناطق، الشعب مع الحركة، الشعب يسور يوميا، يقوم في المظاهرات، يقوم يعني لديه أنشطة. وهو كذلك أستاذ داوود أمسكو، الناشط الحقوقي وعضو في حركة الأزواد في شمال مالي. طبعا أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من هناك المنطقة. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود، فتفضلوا بالبقاء معنا. أرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونحن على الهواء مباشرة في برنامج الحدث المغاربي، نطرح الليلة ملف مالي من جديد. تعرفون أن هذا الملف معقد وشائك جدا جدا. كنت قد طرحت على ضيفي سؤال حول مسألة الجماعات المسلحة. تعرف أن هذه الجماعات المسلحة نمت وازداد عددها كثيرا في الأيام الأخيرة أو الشهور الأخيرة في مالي، كما أن الجزائر تأثرت كثيرا بفقدانها لخيرة أبنائها في تلك المنطقة، أقصد بذلك الدبلوماسيين، تم اختطافهم في ليلة ليلة. بعد ذلك جماعة مسلحة أظهرت أن هذا الدبلوماسي تم إعدامه. الآن في وسائل الإعلام تقول أنه الحكومة الجزائرية في حوار، في مفاوضات لا ندري، مع أنصار الدين. أما المجموعة التي قالت بأنها اختطفت هؤلاء الدبلوماسيين لها علاقة بأنصار الدين. أريد منك توضيحا بالضبط، ما كيف نفهم هذه المعادلة؟ الجماعة اختطفت دبلوماسيين أظن اسمها توحيد أو شيء، ولها علاقة مع أنصار الدين، وأنصار الدين الآن تتحاور مع السلطات في الجزائر. هل لديك معلومات حول هذه المسألة؟ طبعا هو كما أعتقد أنه هو عبارة عن فيلم هندي كما يقال بعض. أعتقد أن هذه فبركة التي عملتها المخابرات الجزائرية حتى تقول للمجتمع الدولي أنني أعيش في إرهاب، وأنني على حد اللي هي الإرهاب الموجود في أزواد، وأنا من أول المتضررين. لذلك لو ركزنا قليلا عن ما قلته فعلا، يعني أن وسائل الإعلام التي نقلت أن هؤلاء اختطفوا من قبل الجماعة التوحيد والجهاد، لو لاحظت الفيديو الذي أظهروه في وسائل الإعلام في تلك الفترة، إيه؟ أن هذا الدبلوماسي وكأنه هو المخرج الفيلم نفسه، يعني ينظر إلى الكاميرا ثم يقول أكتفي بالتصوير ويفعل هكذا. والشيء الآخر الغريب في الأمر أن الجزائر التي تقول أن هي ضد هذه الجماعات الإرهابية اللي هي جماعة التوحيد أو سواء مع الكتائب الأخرى أنصار الدين، هم عبارة عن
جزائريين والكل يعرف هذا، لديهم مكاتب مفتوحه في 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 الجزائر وفي خاصه في منطقه تقصد ميدين الجيريا يعني مصانع الجزائر؟ طبعا من صناعه الصناعه الجزائريه الصريفه يعني. طيب كيف اذا واحد قال مثلا ما هو دليلك؟ الدليل ان هي فاتحه تفتح له فاتحه له المكاتب في الجزائر، وان المفاوضين الانصار الدين متواجدين في العاصمه الجزائريه يوميا. الدليل ان انصار ان اياد الغالي عندما جرح في احد المعارك هبطت له الطائره في 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 وسط ازواد ورفعته للعاصمه الجزائريه وتلقى علاجه هناك. الدلائل موجوده، اسال السكان واسال الذين متواجدين في المنطقه يقولون ما سوف يقول. بالامس فقط هناك لقاء مع اخر احد الجرائد مع الشيخ هاوسة، أحد عندما سأله الصحفي قال له أين أنت، هل أنتم متواجدين، هل أنتم تتفاوضون مع الجزائر؟ قال له نحن يوميا في الجزائر، بكلمة واحدة يوميا نحن في الجزائر والكل يعرف هذه الحقيقة. وبالتالي إذا كانت السلطات الجزائرية فعلا ضد هذه الجماعات وأنها ضد الإرهاب، لماذا تتفاوض مع حركة أنصار الدين ذات الطابع الإرهابي الديني الأيديولوجي وترفض أي حوار مع الحركة الوطنية الأزوادية التي تمثل الشعب الأزوادي والتي ناضت وثارت من أجل القضية؟ وفي نفس الوقت الحركة حركة أنصار الدين هي حليف مباشر لهذه الجماعات التي اختطفت الدبلوماسي الجزائري. وهناك سؤال آخر، أين الدبلوماسي الجزائري؟ لا نعرف أين هو. يعني ليس هناك لماذا لم أخبار مؤكدة لأنه أعدم؟ أعدم. لماذا لم تقل؟ هل هناك بيان من السلطات الجزائرية يقول أن فعلا الدبلوماسي الجزائري أعدم؟ ليس هناك. هو وزير الخارجية مراد مدلسي صرح غير ما مرة عندما يسأل هذا السؤال، قال ليس لدي أي تأكيد. هناك تفاوض، هناك أشياء من معلومات لا يريد أن يبلغها، لا أدري. هو 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 فعلا على إعدام شخص واحد، وماذا عن بقية الآخرين؟ لم نسمع عن أي مش عن أي ملف أو أي أشياء حول هذه الدبلوماسيين، لأن كما قلت لك بالنسبة ملف مفبرك 100%. أنا أعتقد أن هؤلاء الدبلوماسيين في نفس الليلة رفعوا إلى عائلاتهم في الجزائر، ربما هم يحتسون الشاهي أو في العاصمة الجزائرية لا نعرف، أو ممكن في أحد منتزهات أوروبا الآن. لذلك المشكلة، أريد أن أعود لنقطة مهمة جدا، يجب أن لا هذا التضخيم وهذا التركيز على هذه الجماعات الإرهابية التي ركبت على موجة الثورة الأزوادية ووجدتها هذه الدول لكي فقط تمييع هذه المشكلة الأصلية، لتمييع القضية الأزوادية، لتمييع القضية. طيب الآن سنستمع لوجهة نظر أخرى ثم نعود إليك. مشاهدينا، حول تداعيات زيارة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية للجزائر أخيرا، وما المطلوب بالضبط من الجزائر دوليا، وعما قررته دول غرب إفريقيا المجاورة لمالي، وعن الصراع الدائر هناك بين الجماعات المسلحة كحركة تحرير الأزواد وتنظيم القاعدة وأنصار الدين والميجاو. سجلنا تدخل عثمان تاسغارت اللي هو رئيس تحرير قناة فرانس 24 أو 24 معلقا ومحللا للوضع هناك، نستمع لكلمته ثم نعود. بارك هذا التدخل الأجنبي ولو بشكل غير مباشر عن طريق هذه المسرحية التي تعد علميا لإعطاء الانطباع بأن الأمر يتعلق بتدخل قررته منظومة دول غرب إفريقيا وهي الدول المجاورة لمالي، وأن تدخل ستقوم به قوى إفريقية تحت مظلة مجلس الأمن، في حين أن الأمر يتعلق أساسا بمشروع فرنسي وفي مرحلة ثانية مشروع فرنسي أمريكي. وكل هذه المسرحية المتعلقة بمشروع قوات إفريقية وبالبحث عن شرعية دولية من خلال مجلس الأمن هي مجرد محاولة لإرضاء الطرف الجزائري. وأعتقد أنه لا يوجد خلاف استراتيجي لا بين فرنسا ولا والجزائر ولا بين أمريكا والجزائر، هناك نوع من توزيع الأدوار فيما بينهم لم يكن سهلا على الجزائر التي عرضت التدخل الأجنبي في ليبيا وتعارض أي تدخل في سوريا أن تقبل بتخلى التدخل في ممثل في شمال مالي. وبالتالي هناك هذه المسرحية التي تحبك حاليا لإعطاء الانطباع بأن الأمر يتعلق بشأن إفريقي إفريقي، في حين أن من يدير الأمور من وراء الستارات هي في الحقيقة تنظيم القاعدة، موجود في هذه المنطقة منذ يعني فترة التسعينات، يعني كانت آنذاك امتدادات للجماعة الإسلامية المسلحة وثم تطورت لاحقا. ولكن أنا أضع علامة استفهام كبيرة على تنظيم أنصار الدين، لأن هذا التنظيم نشأ في ظروف مشبوهة
ومؤسسه إياد أغالي هو رجل المخابرات الجزائرية في شمال مالي منذ التسعينات، يعني منذ أن نشأت ثورات التوارق الأولى في التسعينات كان هذا الرجل هو عين الاستخبارات الجزائرية هناك، ومن خلاله أو بفضله قامت المخابرات الجزائرية بإحباط كل ثورات شعب التوارق اللي هي ثورات شرعية وتدافع عن خصوصيتهم الثقافية وعن موطنهم التاريخي الذي هو الأزواد، وهو موطن يمتد من شمال مالي إلى شمال وغرب النيجر إلى جنوب غرب ليبيا وإلى جنوب الجزائر، هذا الموطن التاريخي للتوارق. من خلال هذا الرجل إياد أغالي أحبطت المخابرات الجزائرية كل المحاولات وكل ثورات التوارق، وعن طريقه أبرم موسبيب معاهدة الجزائر، يعني نوع من المصالحة مع حكومة باماكو خوفا من امتدادات التمرد التوارق إلى دول الجوار. وفجأة هذا الرجل فيما بعد تصالح بفضل الجزائر مع حكومة باماكو وعينته قنصلا في جدة. صحيح. ولما بدأ حدث الانقلاب في باماكو وانفصلت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد التي هي حركة علمانية وطنية تدافع عن حقوق شعب التوارق وبقية الأقليات الأخرى من أقليات عربية موجودة في هذه المنطقة في شمال مالي، أنشئ هذا التنظيم تنظيم أنصار الدين في ظروف مشبوهة، يعني حتى شهر ديسمبر من العام الماضي كان إياد أغالي يلعب دور الوسيط بين المخابرات الفرنسية وبين القاعدة في المغرب الإسلامي لإطلاق سراح الرهائن الفرنسيين، وذلك بمباركة الأجهزة الجزائرية والأجهزة الموريتانية، والجميع يعرف ذلك. هذا الرجل إذن كان وسيطا بين القوى الغربية وبين القاعدة، فجأة يصبح أميرا لتنظيم أكثر تشددا من القاعدة نفسه اسمه أنصار الدين، وهذا التنظيم يعني طبخ في مختبرات المخابرات الجزائرية. هذا ما قاله مشاهدينا الكرام عثمان تازغارت وهو رئيس تحرير قناة فرنسا 24 أو فرانس 24. أخ أكلي، بالنسبة لما جاء في حديث أو في كلمة عثمان تازغارت حول هذه الجماعات المسلحة وكذلك نشاطاتها هناك وأن هناك علاقات خفية مع الدول المجاورة، هو فقط أغفل جانبا مهما عن القواعد العسكرية. هل في حدود معلوماتك هناك قواعد عسكرية في تلك المنطقة؟ طبعا الجزائر لديها، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لديها أكبر قاعدة هي متواجدة في منطقة تامن راست، الكل يعرف هذا، وهي موجودة منذ 2001 هذه القاعدة، ويوجد فيها أكثر من 4000 جندي حسب المعلومات المخابراتية الموجودة في المنطقة. وهناك أيضا في منطقة تيسليت اللي هي في شمال أزواد كانت هي عبارة عن قاعدة أمريكية متواجدة تراقب هذه المنطقة، وقد منحتها الحكومة المخلوعة المالية طبعا لاستعمالها في هذه المنطقة. وهناك قواعد أخرى أيضا بين الجنوب مالي، بين اللي هي منطقة السنغال، وهناك قواعد فعلا. الغريب في الأمر أن الجزائر تقول أن ليس كما لاحظنا في الأحداث الأخيرة في ليبيا وفي أول عام في سوريا وقبلها في تونس ومصر، أنها ترفض أي تدخل كما تفضل تازغر. في نفس الوقت أن هي يوجد على أراضيها اللي هي في الجنوب الجزائري أكبر قاعدة ممكن أن تكون في هذه المنطقة برمتها. وفعلا يعني أنا لا أريد أن أركز على الموضوع، لكن ما أريد أن أقوله أن هذه العلاقة الموجودة بين الجزائر وبين هذه المجموعة كما تفضل تازغارت مشكورا أعطى الصورة بوضوح، أن المجموعة فعلا ظهرت في ظروف غريبة جدا ما يدعنا أن نشك في هذه المجموعة. أولا لا توجد أنصار الدين قبل شهر واحد عندما أعلنت الثورة الأزوادية انطلاقتها، لا يوجد هناك أي مجموعات أخرى في المنطقة، لكن هي عندما رفضته الحركة الوطنية الأزوادية رفضته عندما تقدم وطلب منهم أن يقود الحركة باعتبار أن الشعب الأزوادي لا يثق في هذا الشخص بتجاربه الماضية رفضوه، يعني ما فعله إياد بالأزوادي شبه انتقام لأنه رفض رفضا تاما من جميع أطياف المجتمع الأزوادي. طيب. ومن ينتمي لهذه المجموعة اليوم 70% هم ليسوا طوارق، هم من بليزاريو
جزائر التي تدعمها الجزائر، الصحراء الغربيه، نعم الصحراء الغربيه، ومن ضمنهم السونغاي وبوكو حرام، وتشكل معهم بوكو حرام هذه تاع نيجيريا. نعم موجودين. نعم نعم. طيب الان سنستمع الى وجهه نظر اخرى. ارحب بالاستاذ الدكتور عبد العالي الرزاقي، استاذ العلوم السياسيه بجامعه الجزائر. بعد الترحيب بك استاذ عبد العالي، هل اقنعت فعلا وزيره الخارجيه الامريكيه هيلاري كلينتون الجزائر بالتدخل او المشاركه في التدخل العسكري في شمال مالي؟ أعتقد أن هناك ضغوط كبيرة على الجزائر للمشاركة، لكن يبدو أن المشاركة هذه ستدفع ثمنها. لماذا؟ لأن المسألة مرتبطة بعدم وضوح الهدف الأساسي من العملية التي يراد منها أساسا هو تقسيم مالي إلى قسمين، دولة إسلامية ودولة مسيحية. وبالتالي فإن العملية التي ربما تدفع الجزائر تكاليفها كاملة وربما تتورط في قضية أنها تضع حدودها أمام مواجهات جديدة، وربما ستسمح هذه المواجهات أو تداعيات الأزمة تسمح بأن تتحرك بعض الأطراف للمطالبة بتكوين دولة أخرى. كان القذافي سابقا دعا إليها عندما كان في الحكم. إذن هناك مشكلة أساسية، أن هناك مجموعة إرهابية، هذه المجموعة هناك أطراف تحاول إقحام أطراف منها. مثلا سمعت أن البوليزاريو، طرف البوليزاريو لا علاقة له بالقضايا، القضايا التكفير والجهاد الموجودة في مالي هي قضية مرتبطة بمجموعات سلفية. هذه المجموعات طبعا لها علاقة مباشرة بالجماعات التي كانت في أفغانستان، ولهذا قامت بتحطيم ما يمت إلى المجتمع المالي الإسلامي المتعلق بالآثار المصنفة دوليا. أعتقد بأن المشكلة كبيرة ويجب أن ننظر إليها من زوايا مختلفة. الزاوية الأولى هو الزاوية الإفريقية. أعتقد أن الوزارة الخارجية الجزائرية فشلت في إقناع دول الجوار في تبني فكرة السلم والمصالحة المتعلقة بين الأطراف الموجودة في مالي. النقطة الثانية أن هناك الأفارقة ربما يقحمون أنفسهم في حرب بالوكالة ضد ما يسمى بالإرهاب. المجموعات الإرهابية يمكن محاصرتها إذا تم التعاون والحوار مع التوارق. فإذا المسألة بالدرجة الأولى هو ضرورة الحوار مع التوارق، مع الحكومة المالية. لكن هذا الحوار يبدو أن الأطراف التي زارت الجزائر مؤخرا ودعت الجزائر الوساطة يبدو أنها ربما تتحول إلى حملة سلاح ضد أي جهة يمكن أن تعتدي عليها. طيب أستاذ عبد العالي، في رأيك أنت أو ماذا تعلق عن من يقول بأن المنطقة اليوم ربما يطلق عليها اسم وزيرستان أو ماليستان أو ساحلتان، وإن للدول الكبرى مصالح وأجندات يجب أن تحافظ عليها؟ أنا أتفق مع هذا الرأي، ولكن هناك شيء، أنه يراد أفغنة المنطقة، بمعنى أنه يرادون أمريكا وأوروبا بقيادة فرنسا تريد أفغنة المنطقة، معنى تحويل المنطقة إلى شبه أفغانستان للاستفادة من خيراتها لوضع قواعد في هذه المنطقة. ولهذا يجب أن ننتبه، يجب أن نقف ضد أي تدخل أجنبي مهما كان هذا التدخل. من حقنا أن ندعم الحكومة مالية للحوار مع الأطراف الموجودة فيها المنادية بالاستقلال، ورغم أنها تراجعت الأزواد عن فكرة الاستقلال، وإنما يمكن أن ندعمها ماديا، ندعمها بالأسلحة وفي إطار توحيد البلد وليس في إطار تقسيمه إلى دولتين كما يراد من طرف أمريكا وفرنسا بالضبط. طيب في حالة ما إذا كان هناك تدخل عسكري، في رأيك أنت من سيدفع فاتورة الحرب؟ مالي دولة فقيرة وأنت تعلم ذلك، ليبيا مشغولة بأمورها الداخلية، من ترشح فقط؟ هل النيجر كذلك دولة فقيرة، من سيدفع إذن هذه الفاتورة، فاتورة الحرب؟ أعتقد المنسق العام ستكون الجزائر. وبالتالي في الجزائر هناك 200 مليار دولار موجود في البنوك الأمريكية، هذا ثمن فاتورة الحرب. أعتقد أنه يجب أن ننتبه، الجزائر ستدفع ثمن فاتورة الحرب وستدفع ثمن اللاجئين إليها.
من توارق، ولهذا يجب على السلطات الجزائرية أن تفكر أبعد مما يتصور آخر، أن تفكر في رفض أي تدخل عسكري، أي ضربات عسكرية، أن تدعم السلطة القائمة في مالي، وأن تقوم بعملية توعية داخل أفريقيا. الأفارقة لأول مرة سيدخلون في الحرب الوكالة وسيدفعون ثمن غاليا، لأن هذه الحرب إذا كانت نتيجتها النهائية وهي تقسيم مالي ستتم بالضرورة تقسيمات أخرى في دول أخرى. طيب كسؤال أخير، ماذا تعلق على هذه الأطراف المحسوبة على السلطة؟ هي تفضل هذا التدخل العسكري لفضل أزمة نهائيا، ولكنها في الوقت نفسه هي في ورطة، يوما ما رفضت التدخل الخارجي المسمى بالناتو في ليبيا، ها هي الآن ربما ستخضع لهذا التدخل الخارجي، ضغوط من أمريكا، ضغوط من فرنسا لحل هذه الأزمة، للقضاء على القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهذه فرصة يجب أن لا تضيع بين يدي الدول الكبرى. أتصور أن التدخل الخارجي قرار مرتبط بالحكومة المالية بالدرجة الأولى، أما مرور الطيران عبر الأجواء الجزائرية وضرب المنطقة فأعتقد أنه قرار جزائري، وإذا وافقت الجزائر على مرور الطائرات وضرب المنطقة فأعتقد أنها متورطة في الحرب، وبالتالي لا تختلف عن أمريكا ولا تختلف عن فرنسا. أستاذ عبد العالي الرزاقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، أشكرك جزيل الشكر على مداخلتك الطيبة. أستاذ أكلي أعود إليك، هو الأستاذ عبد العالي الرزاقي قال أنه أتون الحرب جاية مثل ما قلنا إحنا بالدرجة، يعني كيف تعلق أنت على المسألة؟ هل في حظوظ للحوار بين الحكومة المالية وهذه المجموعات حتى يتجنب الكل هناك أتون حرب لا تبقي ولا تذر؟ طبعا كما تفضل الأستاذ عبد العال، أعتقد أن أي تدخل ما تسعى إليه الحكومة المالية الآن وبعض والدول الأفريقية بصفة عامة هي تريد فقط أن تستغل هذه الظروف بوجود القاعدة وبوجود هذه المجموعات لكي فقط تبيد الشعب الأزواري في المنطقة، هذا هو الهدف الأساسي، وهذا ما سيحصل لا سمح الله إن كان إن حدثت أي تدخل سواء عسكري أو أفريقي أو غربي، أن المشكلة ستزداد وستتفاقم، وليس فقط أزواد من يتضرر بل كل الدول، وستمتد هذه الموجة إلى الجزائر، إلى ليبيا، إلى كل الدول المحيطة إلى هذا، وهذا هو خطر الأمر في هذه المنطقة. طبعا الأزواد لو يوجد هناك ضمانات أن فعلا المستهدفون هم هذه الجماعات مسلح، لا رحب بهم الجميع، لأنهم هم المتضررين من هذه الجماعات، ليست الجزائر أو مالي نفسها التي أوجدتهم كما تفضل داود وبعض وتازغر، المتضرر الأساسي هو المجتمع الأزواري الذي ناضل أكثر من 51 سنة الآن بعد كل هذه الشهداء وهذه التشريد، بعد نجاح هذه الثورة التي سموها الأوروبيين اللي هي من أنجح الثورات فيما يسمى بالربيع العربي، لأن ليس هناك أي فاتورة رفعت سواء من الغرب أو من الأفارقة لمساعدة التوارق، وليس هناك ضحايا حتى من النواحي الإنسانية، لا توجد أي ضحايا. هو البعض يقولون من السهل بمكان أن تنهى هذه الحرب على أجل، هذه مجموعات مسلحة من السهل أن تقصف جوين وانتهى الأمر، ولكن المشكل الخطير جدا هو تداعيات هذه الحرب، مثل ما كنت تكلم أنت على هؤلاء الذين سيذهبون إلى الحدود الجزائرية. نعم. أو النتائج الأخرى، ليست الهجرة فقط، لأن المشكلة ستتضاخم وستمتد أصلا إلى جنوب الجزائر عسكريا وإرهابيا أصلا من جميع النواحي، المنطقة ستتضرر، وأكبر المتضررين هي الدولة الجزائرية، لذلك على الساسة الجزائرية أن يفكروا في هذا الأمر تفكيرا جيدا قبل أن يعملوا أي حركة قد تقود البلاد إلى كارثة. لذلك المشكلة يجب أن تحل كما تفضل، يجب أن تحل جذريا، والمشكلة يجب أن تكون أن تقحم الحركة الوطنية الأزواري، لأن هي الممثلة. أما بقية الجماعات الأخرى فهي جماعات أنا أعتقد لو صار أي تدخل ممكن تتقاوم أيام أو أسابيع، وبعدها ستعود إلى جحورها في أزواد، ويترك الشعب الأزوادي يواجه هذا التدخل العسكري الذي طبعا كما قلت الهدف الأساسي ليس هذه الجماعات لكن الشعب الأزوادي. كما تعرفون، فقط أريد أن أذكر قبل أن أنسى، أن في الأسابيع الماضية فقط الجنود الماليين قتلوا أكثر من 80 شخص مدنيين عزل رعاة كانوا يرعون في منطقة الجنوبية لا أتذكر اسمها الآن، منطقة يعني يرعون إبلهم، وتوجد هنا الصور لذلك موجودة من الإنترنت،
لذلك الحل لابد أن يتم عن طريق الحركة الوطنية الأزواج، وإلا لم يكن وسلميا. أكلي شكر ناطق رسمي باسم شباب إيمو هاغ الدولية، أشكرك جزيل الشكر على إجابتك وصبرك علينا في هذه الحلقة. الشكر موصول مشاهدنا الكرام للأساتذة أماني الوشاحي مستشارة رئيس الكونغرس الأمازيغي العالمي، وكذلك داود أمساكو ناشط حقوقي وعضو في حركة تحرير الأزواج، وكذلك الأستاذ عبد العالي الرزاقي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر. أشكركم أنتم بدوركم مشاهدنا الكرام على حسن المتابعة. انتهى وقت البرنامج، على أمل أن نلتقي غدا بإذن الله في موضوع آخر. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.